FM. الكلمة ليك. توا نحكيو على بلاغ مازال كيصدر على رئاسة الحكومة. قرر رئيس الحكومة إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم، إعفاء المدير العام للمحروقات ورئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة من مهامهم، إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزراء ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة، تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة المالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. فلا خولة القرارات هذية في بيان سور الساحة اللي قاعدين عايشين فيها احنا اليوم والظروف هذه، شنو تنجم تكون؟ نستنيو بطبيعة الحال أن نعرفوا الأسباب، لأنه من حق التوينسا ومن حق أيضا البرلمانيين اللي ينتخبوا واللي كلفوا الحكومة هذية باش يعرفوا أسباب الإقالات المتكررة يعني في الفترة هذية. نحب نذكر اللي تمت إقالة السيد وزير الداخلية من غير إعطاء حتى تفسير، ورفض السيد رئيس الحكومة حتى أنه يمتثل أمام مجلس نواب الشعب بعد الحادثة متاع جندوبة. اليوم فما إقالة أخرى نعرفه، اللي هو كان طلب يعني طالب الوزراء متاعه بتقديم تقارير على النشاط متاعهم. دونك ماذا بينا أيضا نعرفه الأسباب، أسباب الإقالة هذية، ونرتقبه أيضا خاطر كنا نستنيه ممكن في إقالات في صلب وزارات أخرى ممكن المردود متاعها متردي، ولا احنا والرأي العام يشوف انه المردود متاعها ليس في المستوى او حتى دون المستوى. كنا ننتظر يعني اقالات ممكن في وزارات اخرى، جات الوزارة هذية، ماذا بينا نعرفوا علاش ولما لا يعني في جلسة حوار انه نشوفوا هل التقارير اللي قدموها للسيدة الوزراء لرئيس الحكومة ونطلعوا عليها ونجموا نناقشوها مع بعضنا، بما انه الامر يعني وتعرفوا انتوما الوضع السياسي اللي قاعدة تمر به البلاد والتجاذبات و يعني المطالبة بتحوير وزيري عميق أو بتغيير. هل يكون هذا استعداد معناها للساحة جستما التحوير الوزاري المرتقب والمطلوب من كافة الأحزاب؟ هو وقت اللي قابلنا سيد رئيس الحكومة قبل التصويت على وزير الداخلية الجديد كان أعلن أنه عنده نية في القيام بتحوير وزاري يعني معمق. معطاش ما قالش وقتيش، قال أنه يحب يعمله في القريب العاجل، والوضع الظرف السياسي والعطلة البرلمانية ممكن حالة دون ذلك حسب أقواله. تبقينا اليوم هذا ما هوش تحوير، لأنه نحى وزارة وألحقها بوزارة أخرى، دونك مش يمر حتى بالبرلمان مرة أخرى بمنح ثقة، لكن ينجم يكون أيضا استعداد في ظل المخاض السياسي والحكومي اللي قاعدين نعيش فيها الأيام هذوما. الكلمة ليك.